احنا هسه من داخل متحف النسيج الكردي. متحف النسيج الكردي في قلعة أربيل، واحنا كنا نعرف الكرد نساجون ماهرون. احنا الآن في متحف النسيج الكردي، والكرد بدعوا بالنسيج، وهنا نسيج لمختلف مناطق كردستان. زين، احنا من داخل متحف النسيج الكردي وياكم. هنا مشهد للحياة الكردية، اما لنا وموسخاني تشنيني كردي. هذا متحف النسيج الكردي. هنا من الكلاوات، احنا قلنا كل عشيرة لها نوع من الكلاو الخاص بها، والرجل ينعرف هو من اي منطقة او من اي عشيرة. شوفوا هذه عدد عشائر الكردية. زين، هنا النسيج والجنين الكردي. بصراحة الكرد اشتهروا بأرقى أنواع النسيج، واشتهروا بألوان الزاهية. هذا اللباد يعني الجبن، واللي هو صناعة كردية من مهن الكرد. اللباد هي من مهن الكرد. اثنين، انه النسيج من قرية الى قرية يختلف، من محافظة الى محافظة يختلف. لا مو بس هاي، حتى العشائر، كل عشيرة عندها الألوان الخاصة بها والنقشات الخاصة بها والنسيج الخاص. يعني هنا قطعة هاي تشوفوها مثلثة، راح أسوي لكم فيديو خاص عليها. هاي لحمل الطفل، أيضا من النسيج الكردي. بصراحة يعني كردستان نجحت أنه توثق مهنها، وتوثق النسيج الكردي بمتحف خاص بها. الكرد نجحوا انه يوثقون مهنهم هذه لكل مناطق كردستان. شوفوا هذه هنا لكل مناطق كردستان. احنا من داخل متحف النسيج الكردي، من داخل متحف النسيج الكردي. زين، هنا سروج قديمة. من داخل متحف النسيج الكردي هذا اللباد قلنا. هاي لمناطق مختلفة من كردستان، لمناطق مختلفة من كردستان متحف النسيج الكردي. هاي هنا المخاديد اللولة، يعني المدورة، وهذه من التراث الكردي. احنا بجولة، اخذناكم بجولة داخل متحف، وهنا ايضا متحف ما نقدر نقول وثقنا. ليش؟ هذه تسمى جولات وليست توثيقات. هنا شوفوا المشكة، المشكة هنا يعني الشكوى. هنا يم قطعة كردية أصيلة، وبالأحرى هي كل القطع الموجودة هنا كردستانية أصيلة، اللي هو كنتور العرايس. داخل متحف النسيج الكردي وياكم زهرة زنقنة. إما إستا لموزخاني جنيني كردكان، لموزخاني جنيني كردكان. هسه دخلنا للأزياء الكردية، متحف للأزياء الكردية. داخل المتحف أكو قسم
داخل المتحف اكو قسم للازياء الكرديه، واحنا كنا نعرف الزي الكردي هو زي خالد. الزي الكردي هو زي خالد، ذلك لبقاء الزي. ايضا زي كردي لمناطق مختلفه من اقليم كردستان. هذه الأبواب القديمة، هنا أنا بعض الأبواب القديمة. وياكم زهرة زنقنة، هاي أيضا سروج قديمة، وياكم زهرة زنقنة من متحف النسيج الكردي.